هذا شارع السنين صوروا اللي خلف الساعة. هذا كنا وحنا شباب في التسعينيات نتردد عليه ونسميه الشارع الغزل البري. هذا بشارع الغزل من البري. أنا أقول البري ولا بعضهم ينحك يقول هذه من كيسك يا شيخ. لا والله ما من كيسك، لأننا كنا نقضي فيها أوقات. السيارات الفخمة، الكبرى، الوجهاء، الأثرياء تجدهم هنا في هذا الشارع. شارع ثميري أيضا يوجد في هذا الشارع أشهر وكالة لبيع ساعات الرولكس. غزالي؟ لا محمد الصديق عطار. أيوة عطار. اشتريت منها ساعة رولكس عام 1400 هجرية، اللي هو بداية أو ما قبل بداية القرن العام، ساعتي الرولكس الأولى ب 1950، بعد أن خصم لي البائع سالم 100 ريال عرض. الآن أقل واحدة ب 40. فذهبت قبل أشهر للسلام عليه، فقالوا لي إنه يودعهم خدمات رحمه الله، فترحمت عليه ورجعت إلى المزاد. هذا الشارع كنا نسميه شارع ثميري، هذا كنا نسميه مثل ما قلت شارع الغزل البري، وأيضا شارع الماركات التجارية العظيمة. الشارع الصغير هذا أفخم شارع كان في الحيطة، لكن لماذا سمي بثميري؟ لأنه الذي أسسه وبناه وسكنه لأول مرة أسرة الثميري التي تنتمي إلى منطقة سدير. هذه العمارة صورها قبل أن تزال.